قبل ما نبلش الفيديو، اللي بيقرف او ما بيحب يشوف اشياء زي هيك يطلع، او اذا حابب تكمل الفيديو بكون جدا مبسوط، لان رح يجي اشياء مضحكة كتير ومسلية. اليوم انتم شايفين في عنوان كاسة مي ثلاثة، ومش بس تحدي ضحك، رح نلعب كمان هيك زي اسئلة وتحديات. طيب، فاول لعبة رح نبلش فيها هي سبيل What the dog doing؟ فهمتوا؟ سبيل كلمة. Oh my god bro. Oh, hell no man. هو رح يبلش، مين رح تسأل؟ انت. تفضل. سبيل اوف. OFF. Spell eyes. ICE. حط الكلمتين مع بعض. Office. غلط. OFF. ICE. أولى. Office. غلط. Office. فراح نبلش باللعبة إجاي. فإذا جورج راح يبلش كمان مرة، هو الأول. تفضل اسأل ثلاث مثال. شو هو الإشي اللي كل ما يمرق وقت بقصر؟ خسرت، مرق 10 ثواني. الإشي هو، تفضل قول. شمع. أشطر منكم. السؤال الثاني، شو هو الاشي يا عزيزي المشاهد الذي يكون بالحالة الصلبة، يعني قاسي، للحالة اللي يضل يطلع لفوق؟ الثلج. غبي. انا ما قلتلكاش عدد مراحل معينة. ثلج يتحول من حالة صلبة لسائلة لتصير مي، ومن مي لبخار، والبخار بيطلع لفوق بيصير غامق بشتي دورة المياه بالطبيعة، فاهمين يعني؟ فإذا في منكم حدا صار عارف الأسئلة يكتب بالتعليقات. إيش هو الإشي اللي بيطلع من إشي وبس نخلص بروح المجاري؟ إيش؟ الشقة. إذا عرفت هذا السؤال فأنت فظيع، أنت يعني بطل خارق. وإسا بنيجي لدور تحدي الماء. مثل ما انتو شايفين، الله كبة المي، راح نحط مي بتمنا والجزء الأول بيخسر. طيب، هاتوا نعمل ترانزيشن حلو. واو يا جماعة، وعي تملوا بعشر شفتوا. Mm-hmm.
ايش؟ طيب خلينا نقول اليوم اذا عجبكم تنسوا اذا عجبكم وما عجبكوش بالضبط هون تنسوا تكسروا سبسكرايب وهون لايك و بس اوزو ماي اوزو لا يا الله واو 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 واو